السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار، فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار، متعكم الله بالصحة والعافية. جزاكم الله عنا خيرا. وإياك يا شيخ الحبيب، وتقبل الله منا ومنكم الطاعة. آمين. وبلغنا الله وإياكم رمضان. آمين. بصحيفة بيضاء نقية. آمين يا رب العالمين. أن يكون الله جل في علاه قد بدل سيئاتنا حسنات. يا رب. ونسأل الله لنا التوفيق والتسديد والثبات والسداد. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. رمضان يوم الخميس، أسأل الله عز وجل القبول. اللهم آمين. يفصل بيننا وبينه ليلة. نعم. عز وجل أن يتقبل. نعم. أو نعم. يوم وليلة. نعم. صلى عز وجل أن يرزقنا وإياكم وأن يبلغنا وإياكم رمضان. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نعتذر عن التأخير لأمر خارج عن إرادتنا، صلى عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذا الوقت المتبقي. اللهم أمين. أمين يا رب العالمين. أمين. ومع صفة جديدة من صفات عباد الرحمن، جعلنا الله وإياكم منهم. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الله أكبر. هذه صفة من صفات عباد الرحمن، اعز صفات عباد الرحمن. نعم. نحن يعني داخلون مقبلون على مقبلون فيها على ليالي القيام والتهجد. نعم. نعم. فكيف نتصف بهذه الصفه شيخ الله. الكريم الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستقبلين الشرف. وبعد، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قلنا عباد الرحمن أضافهم بالعبودية وشرفهم بذلك، ثم تجلت صفات العبودية عندما قال والذين يبيتون لربهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه فيها أمور كثيرة. أول ما يهم من المشاهدون الآن الكلام على قيام الليل، لكني أنتزع أمرا جللا في وسط الآية في قوله والذين يبيتون لربهم، ما قال لإلههم، لله، مع أن هذه عبودية، هذا لربط الربوبية بالإلهية، ولأنها ملزمة في القرآن، وأن الله جل في علاه بيّن العلاقة بين الربوبية وبين الإلهية، الاستلزام بأنه ما دام المرء قد اعتقد بأن الله هو الموفق المسدد الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي سبحانه جل في علاه المحيي المميت، إذن هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، فهو كأنهم اعتقدوا في الله الربوبية فأفردوه بالإلهية بالعبادة. فلذلك قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وأيضا إضافة له إضافة تشريف. قيام الليل شرف المؤمن، أو قل شرف المؤمن هو قيام الليل، وهذا ليس من كلامي، هذا من كلام جبريل عليه السلام عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت، إلى آخر الحديث. قال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. انظر كيف أمر الله جل في علاه نبيه أن يتقوى على الدعوة إلى الله جل في علاه بقيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. لذلك الناس جميعا على نوم وسبات عميق، عندما أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قام الذي يحب ربه حبا صادقا يأنس بالله جل في علاه، فيتجلى التضرع وإظهار الفقر والمسكنة لربه قائما ساجدا تاليا متضرعا تاليا لكتاب الله جل في علاه الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والحق أنه لما قدم السجود بيّن أن أشرف شيء للإنسان وأقرب ما يكون العبد لربه جل في علاه عندما رغبة أنفه لله جل في علاه ساجدا، فهذا أقرب ما يكون العبد إلى ربه حالة كونه ساجدا خاضعا لربه جل في علاه، مع أن القيام هو الذي يبتدئ به المرء الصلاة، لكنه صدر الأشرف سجدا وقياما. سجدا وقياما، مع أن الواو ليست ترتيبية إلا عند الشافعي، والشافعي حجة في اللغة،
فهنا لما يبتدئ بالسجود يبين لك الأشرف في هذا الباب. ولذلك هو أعظم ما في الصلاة السجود. نعم، أعظم ما يكون المرء في حاله، وأقرب ما يكون من ربه جل في علاه، حالة كونه ساجدا للإنسان المؤمن، حالة كونه ساجدا عندما يكون ساجدا لربه سبحانه وتعالى. هذا هو. فإذا الله تعالى أمر نبيه وهو سيد الخلق أجمعين أن يتقوى على ما فيه من الهم والغم الذي يصيبه، وأيضا من حمل عبء الدعوة إلى الله جل في علاه الذي يكون زادا له تقوية لإيمانه وللقلب الذي يبث فيه هذا الخير في مشارق الأرض ومغاربها. قيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نعم. طبعا قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، هذا خلاف فقهي بين العلماء، خلاف فقهي، وهذا ما سنعرفه بعد هذا الاتصال إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت أمة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي. مع بعض إذن حضرتك، معلش ثلاث أسئلة بس سريعا، معلش. نعم. بعد إذنك، أنا متجوزة في بلد تانية غير البلد يعني بتاعتنا وكده، وأخويا بيجي يشتغل يومين في الأسبوع في البلد دي، فجوزي رافض إن هو يجي بات في البيت وكده، إجا بات مرتين كده، وكل ما بيجي جوزي يتخانق معايا وكده، مع إن مش بيضايقنا يعني في النوم ولا بيضايقنا في حاجة، بس بيفضل يقول لي الناس في العمارة ما حدش يعرفنا وكده، ويقولوا إيه لما يلاقي حد غريب طالع وكده. فأنا بقيت إيه يعني، مرة ما ردش عليه، ومرة تانية أقول له أنا عندي حماتي وأكذب، فمش عارفة أنا كده بعمل حاجة حرام ولا لأ، عشان نفسيتي تعبانة عشانه يعني وكده. فهل اللي أنا بقى عملته معاه ده حرام وقطع رحم ولا إيه؟ حاضر. تاني سؤال معلش. اتفضلي. أنا بحفظ قرآن، فلما باجي أصلي باللي أنا حفظته، لما بصلي في سري يعني بقرأ في سري بنسى وبتلخبط كده وانا بقرا، فممكن اقرا بصوت اكون انا سامعاه عشان ابقى يعني ايه كويسه في القراءه وكده. حاضر. معلش ثلاث سؤال سريعا. اتفضلي. اهل جوزي يحلي اللي انا اقعد قدام مين بشعري اللي هما من اهل جوزي، يعني مثلا خاله وعمه، ما ينفعش اللي انا اقعد قدامهم بشعري وكده، حرام ولا لا؟ حاضر. أم رضوى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أم رضوى. الشيخ. الحمد لله في أمان، الحمد لله في نعم. ألو. أيوة حضرتك سامعك، تفضلي. طيب ماشي حضرتك. وأقول لحضرتك أنا بس عندي سؤال أو اثنين. أنا بصلي والحمد لله يعني بكثر في الصيام وبصلي النوافل كويسه يعني لحد ما انا بعمل طاعات كتير كويسه. اللهم تقبل. بحس ان انا مش مقبول مني، مش بحس ان انا بصلي مش قادره اركز خالص، افضل اجاهد ومع ذلك برضو مقصره، مش عارفه طول الوقت حاسه ان انا مخنوقه، حاسه مش مقبول مني اللي انا بعمله دوت، انا حاسه ان ذنوبي كتيره. يا رب يرحمنا وإياك. حاسة ذنوب كتيرة، حاسة بحاجات كتيرة قوي، يعني في حاجات كتير خانقاني تعباني، حاسة كل حاجة أنا بعملها مش مقبولة. ربنا يشرح صدرك، واضح الكلام يا أم رضوى. حاضر. في سؤال آخر؟ فأمان الله، ربنا يحفظك ويشرح صدرك يا رب ويتقبل منا ومنك صالح الأعمال. نعم شيخي الكريم، مسألة قيام الليل نواصل، وهذا شرف المؤمن. شرف الليل قيام الليل شرف المؤمن. وكان قبل الاتصال حضرتك لما قلت انه قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم فريضه، في خلاف فقهي هل هو فريضه وصارت بقيه بعد فرض الخمس صلوات؟ بعض العلماء قال بذلك، قال ما زالت فريضه على النبي صلى الله عليه وسلم. والحق ان التشريع للنبي تشريع للامه، وتشريع الامه تشريع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو نافله. ولذلك قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك، وهذا هذه معناها ان نافله الليل هي سبيل إلى رفعة المرء درجات عند الله جل في علاه، وهذا حق، لأن درجة المحبوبية لا يصل إلى إنسان إلا بالنوافل. نعم. هناك درجتان عند الله جل في علاه، درجة محبة ودرجة محبوبية. المحبة بالواجبات. بالواجبات. وترك المحرمات. والمحبوبية. بإتباع الواجبات النوافل المستحبات. وهذا أصل الأصيل في قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. طبعا أول درجات الولاية هو إقامة الواجبات وترك المحرمات. قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي، هذا الولي هو الآن عبدي مضاف إليه إضافة التشريف،
وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، فأحب شيء هو الواجب الفريضة. ثم قال ولا يزال، هنا الدرجة الثانية التي من ارتقاها لا يسقط منها، ولا يزال عبدي، لا يزال استمرارية، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت ويكره مساءته، بلغ مبلغا عند الله جل في علاه، ولا يسقط منها، وإن كانت له الزلات والسقطات والهنات يوفقه الله بسرعة الفيئة والتوبة والأوبة، وإن زادت يسرع في التوبة والأوبة لله جل في علاه، والحسنات يذهبنا السيئات. يذهبنا السيئات. وأعظم النوافل على الإطلاق باتفاق العلماء قيام الليل، هذا أعظم النوافل على الإطلاق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم تركه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، حتى لو بركعتين، بركعة واحدة، بركعة واحدة تكفي، هذه وتر، حتى ولو كان تكون قياما، يعني الذي لا يستطيع أن يقوم فلا يحرم نفسه من هذه الركعة، بركعة واحدة، نعم بعد العشاء طبعا، وبعد العشاء وممكن من المغرب للعشاء، لكن الوتر لا يكون إلا بعد العشاء. أقصد القيام محله من ما بين المغرب والعشاء، هذا محله أصله. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان يقيم الليل بأسره بالقرآن كاملة في ليلة في ركعة واحدة، نزلت فيه هذه الآيات أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فكان يختم القرآن في ليلة واحدة وهو يقرأ هذا، يقيم الليل في بركعة واحدة يقرأ فيها القرآن ويختمه. طبعا هذا الأمر صراحة غير متصور، لأن هي بركة لأناس معينين جعل الله لهم كرامة، لكننا نسعى ونأتسي، احنا ما بنتكلم بهذا تسلية بل لنأتسي بالقوم، لنعمل هو هذا، من سار على الدرب وصل، صحيح، من سار على الدرب حتى وصل. لو في بعض المعوقات بعض الأمور، لكن طالما هو على الطريق أو في الطريق إن شاء الله يصل. دعني أخبرك بشيء، نعم بس بعد هذا الاتصال ممكن إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل. سمحت يا شيخ، يعني لي أخت متجوزة وهي ست كبيرة من صغيرة، أولادها متجوزين، وجوزها بيضربها وبيشتمها وبيسيب الدين على الصبح أول ما تقوم من النوم، فهي دلوقتي بتنام في أوضة وهو في أوضة، بس هي دلوقتي بتسأل حلال ولا حرام عشان هي بتصوم وتصلي رمضان، ودايما مع كل سنة أول رمضان بيقضوا شهر رمضان بيبقى مقاطعين بعض ما بيتكلموش بعض، فهي بتسأل دلوقتي صومها وصلاتها بيبقى مقبولين ولا لا؟ هو السؤال ده اللي هي بتسأل. وبعدين هو جوزها يعني ما بيصليش غير اول ما جت عربه، بس تعبها بجد يعني في العيشه وبيشتمها قدام ولادها وبيسب الدين ويرفع. الله يعفو عنا وعنه، الله يعفو عنا وعنه. حاضر. السؤال هي بتسأل او تسأل هل اعمالها الصالحه مقبوله ام لا في ظل هذه الظروف مع هذا الزوج؟ يا رب يتقبل. حاضر، أسأل الله أن يتقبل منا جميعا وأن يهدينا وأن يهدينا في أمان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا مرحبا، تفضل. لك يا بنت الشيخ. أهلا مرحبا، الحمد لله. بس عندي أستاذ الشيخ كان لي ثلاث أسئلة. تفضلي. أول سؤال، أنا بتفرج على مسلسلات كتير ومش عارف يعني مش عارف أتوب عنها ومش عارف أمنع نفسي عنها، يا ريت الشيخ يقول لي كلمة. والسؤال الثاني، كيف أطهر من الحيض؟ كيف؟ السؤال الثاني؟ كيف أطهر من الحيض؟ نعم، حاضر. والسؤال الثالث، بالنسبة للصلاة، يعني الواحد يصلي ساعة ما الأذان يأذن ولا بعد ما يخلص أذان؟ والركعتين اللي هم قبل الصلاة دول لو الوقت عدى يصليهم برضو ولا يصلي الفرض الثاني بس كده؟ هما السنن قبل البعدية؟ القبلية، القبلية الأول. السنن القبلية، حاضر. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فأمان الله. نعم شيخي الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية، كنت ستخبرني بأمر شيخي الكريم. نعم حضرتك تكلمت على العراقيل. نعم. قلت أخبرك، هذه العراقيل يقدرها الله جل في علاه،
لإظهار المعدن الأصيل وصدق العبودية. كلما جاءت العراقيل وكلما أصر المرء لا أضيع ما أنا فيه يثبت، والتاج يثبت على رأسه. فالله تعالى يضع له، يقدر له بعض العراقيل هذا ليظهر صدق العبودية. هو عنده نية، عنده هدف، عنده رغبة، يريد ممتاز. أن يصل إلى مرمى معين وله همة. إن كان صادق العزم حقا العراقيل لا ممكن تعطله لكن لا تقعده. صحيح. تجعله يقلل لكن لا تقعده. يعني هو الآن متعب مرهق يضجع ويصلي ويقول لا أضيع صلاتي، أعرف من اضطجع حتى لا يضيع فنام، صلى ونام. يعني هو قام مصليا نام مصليا. الحاصل هذا الله تعالى له مع لعباده في عباده حكم وشؤون، بيستخلص منهم الصدق وهذا المطلوب، لأن مقدار المرء ومقياس المرء عند الله ده قلب، هذا هو. إلا من أتى الله بقلب سليم، هو هذا. نعم. والصدق وعزم النية والهمة كل ذلك وين؟ هنا. هذا الذي يترجم في الظاهر. فلذلك أنت ترى المنافق ماذا يفعل؟ نعم، ما قال الله جل في علاه مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فأجلى صفة لهم قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فهو الآن الله يضع له العراقيل ليظهر هل أنت حقا صادق في القيام أم لا. فهذه هي التي لابد أن يفهمها المرء حتى عندما يتعامل مع ربه جل في علاه يعطي كل قوته في عبادته، فإن كان فسييسر الله عليه تيسيرا ليس بعده تيسير، ويجعل العبادة إلف للنفس، فلا يتصور بحال أن تضيع. أقول لك عن نفسي أعصي ربي وأكون متعديا وأتجاوز وفي عبادة ما أستطيع أترك، أكون معها بغير روح، بغير روح ولا تدبر، لكن لا أستطيع تركها. إن تركتها أنا شعرت بشيء في 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 جسدي سينتهي أو حياتي غير موجودة، مع أن الروح غير موجودة، الأنس غير موجود، طعم العبادة غير موجود للمعصية، تذوق العبادة غير موجود. هذا تواضع منك شيخ كريم، حقا الله يسترنا وياك بستر أمين. جميل أمين. ولكن الدرس المستفاد من هذا الكلام ألا ننقطع عن العمل حتى مع هذا الشعور. هذا هو. نعم. هذا هو، وهذا استخلاص صدق العبودية حتى يستمر المرء فيها. أحسن الله عليك. صلى الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا من أهل الذكر والقيام وتلاوة القرآن والعمل الصالح. أمين. ومزيد عمل صالح. أمين يا رب العالمين. أمين. ولضيق الوقت نواصل حديثنا وإجابات المشاهدين والمشاهدات. شيخ الكريم فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار. نعم شيخ الكريم، الأخت متزوجة في بلد وأهلها في بلد، أخوها أحيانا يأتي للعمل في هذه البلدة التي تعيش فيها، يبدو أن الزوج يتضايق من وجود الأخ في المبيت ليلة أو ليلتين، فهي تتهرب من أخيها يعني خوفا من هذا الانزعاج من هذا الزوج هدانا الله وإياه، فتدعي أنها غير موجودة، أنها عند حماتها أو فهل في هذا الكذب شيء؟ وهل تأثم لأنها يعني تفر من أخيها رغبة من هو في ملحظ في كلامها سمعته، ما أدري إن كنت حرقت صوبنا أو تخطئني. نعم. إنه قال لها إن الناس لما يرى رجل غريب داخل طار من وين هذا هذا أخوها، يعني خال الأولاد، معقول الجيران مش عارفين إن ده خال الأولاد؟ يعني هذا كلام يعني مستبعد. صحيح. وصراحة علة عليلة. صحيح. هذه علة عليلة، لكن ماذا نقول؟ ننصح هو أقول ود زوجتك، ود لك، وأنت تحسن إليها وعاشرهن بالمعروف، وهذا المعاشرة بالمعروف أن تحسن إلى أهلها، وهي أيضا لن تبر بك إلا أن تبر بأهلك. عامة لب السؤال في هذا الباب أنها لا تكذب، الكذب سيقع كذبا، ولكنها أيضا لابد أن تسمع وتطيع لزوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن كان أكره ذلك فعليها أن تسمع وتطيع، لكن إما أن تعتذر لأخيها بلطف أو تعرض، لكن لا تكذب. تلبس وتتصل بزوجها تقول أنا سأذهب إلى والدتك الآن أزورها، وتذهب حقا تزور دقيقة وترجع ساعة وترجع، وأخوها ما اتصل تقول أنا الآن سأذهب لحماتي، مع اللوم والعتب على هذا الزوج. طب مع النصيحة له، ونقول له وعاشرهن بالمعروف. صحيح. الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فلابد أن يبرها في أخيها. نعم جزاكم الله خير. شيخنا الكريم، الأخت تحفظ القرآن، وعندما تريد أن تصلي بما تحفظ ربما لو أصرت في صلاتها تنسى أو لا تركز، فهل لو رفعت صوتها شيئا ما لتستحضر الخشوع وتجود الحفظ، فهل لها أن تفعل هذا في الصلاة؟ لا، تجود الحفظ هذا ليس موجودا ولن ينفعها حتى في الخشوع.
طب ان رفعت الصوت للخشوع لها ذلك، لكن تغلق عليها الباب ولها ذلك. نعم، حتى لا يسمعها احد من الرجال الاجانب ان كانوا موجودين. نعم نعم شيخي الكريم، من من اهل الزوج، لكني اريد اشير اشاره. نعم. صوت المراه ليس عوره طبعا، لكن المراه عندما تتقن القراءه ممكن تفتن. هو الخضوع بالقول هو الذي فقط، لكن هي صوت المرأة. نعم يعني، وحديث المرأة عورة يخرج ذلك الصوت. قالوا إذا سألتمون متاعا فاسألهن من وراء حجاب، انتهى الموضوع، ليس يعني ليس عورة. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. من من أقارب الزوج من الرجال تظهر المرأة الزوجة يعني أمامهم بشعرها، هل الخال، خال الزوج وعم الزوج من هؤلاء شيخي الكريم؟ أبوها فقط، أبوه فقط، أبوه فقط، أبوه فقط، أبوه فقط، أو ابنه، ابن الزوج من غيرها، من غيرها. نعم، ابوه فقط او ابنه. الخال لا يجوز، العم لا يجوز، وبالتالي الاخ لا يجوز. نعم، كل هؤلاء ما يجوز، واخوه لا يجوز، ولا انتهى الموضوع. صحيح. وكل لان هي اصلا التحريم عندنا تحريمان، تحريم على التأبيد وتحريم على التقييد. نعم. هذا التحريم عليها هؤلاء على التقييد لا على التأبيد، فلا عبرة به، لانه لو طلقها وانقضت العدة لاي واحد من هؤلاء ان يتزوجها. عمه. نعم بالضبط، اخوه، ابن عمه. نعم، يبقى اذا لا يجوز، لا يجوز ان تظهر بشعرها امامهم. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. ام رضوى تصلي وتصوم وتقرا القران، لكن مساله شعور، تشعر ان الله عز وجل لن يتقبل منها، والشعور بالذنب دائما. شيخي الكريم، ماذا، كيف تعالج هذا الشعور؟ هذه وسوسه. نعم. والشيطان ياتي يحزنها ويريد ان يعرقلها ويعطلها عما هي فيه، تسفو ثلاثا وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتحاول قبل كان إذا هجم عليها هجوما ضاريا تسمع سورة البقرة، تقرأ سورة البقرة، تكثر من الذكر صباحا ومساء، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 100 مرة الصلاة على النبي 100 مرة، وإن أكثرت الاستغفار جيد جدا في هذا الباب، لكنها لابد أن تؤمل خيرا في ربها سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، فهي المفروض للإنسان أن يكون من أحسن الناس ظنا بالله جل في علاه، لا سيما عند العمل. هو يخشى من عدم الإخلاص، يخشى من عدم القبول، لكن لا يغالي، لأنه أنا لابد أن أعطي قاعدة، كل عابد إن, 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 إن وقف عندها بفضل جاءه الرجاء الكامل في الله جل في علاه. قال الله تعالى مع العبادة طبعا، مع العبادة، أنا أتكلم مع العبادة الآن، لا لا لا، شغلش وما يصليش وما يصومش، ربنا رب، جزاك الله خير. أنا صدرت الباب بإيش؟ عند العبادة. أفهم. شوف ابن عباس، الإطار الصحيح فقط. نعم. لا ليس تعديلا، لا استغفر الله، ولو تعديل، إنما من باب يعني إيه، وضع الأقواس بين الجمل يعني. أتعلم منك سيدي والله العظيم، هذا تواضع. جزاك الله خير. ابن عباس قال عن الأعراف عندما نظروا إلى استعاذ من أهل النار ونظروا إلى أهل الجنة، قال وصفا الله اياهم، قالوا لم يدخلوها، لم يدخلوا الجنه، لم يدخلوها وهم يطمعون، لم يدخلوا الجنه، ولما راوا ما في الجنان من هذا النعيم طمعوا في الدخول. من الذي طمعهم؟ من الذي ميل القلب وحركه ليطمعوا في الدخول؟ قال ابن عباس لولا ان الله يريد ان يدخلهم الجنه ما طمعهم فيها. كاخر رجل يدخل الجنه، الله تعالى يجعل له شجرة، فانظر إليه يقول أستظل بهذه الشجرة ولا أسأل بعدها، يقول يا ابن آدم تسأل بعدها؟ قال لا أسأل، ويعطي العهود والمواثيق، ثم الله جل في علاه يفتح له بابا ينظر فيه إلى أهل الجنة ونعيم أهل الجنة وأصوات أهل الجنة، فيقول ربي لا أكون أشقى خلقك، قربني من باب الجنة. قال يا ابن آدم ما أغدرك، أما أعطيت العهود والمواثيق ألا تسألني؟ شوف النبي يعطي العذر، يقول إيه؟ يرى ما لا صبر له عليه والله يعذره، والله يعذره، وهو الذي طمعه، أراد له ذلك، فطلب فأعطاه، بل أعطاه ما فوق ذلك في قلبي، قال رب أدخلني الجنة، انتهى، أدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ضحك الله جل في علاه، يضحك من ابن آدم، والله هو الذي أوزع في قلبه ذلك. فأنا أقول ما وفقك الله إلى القيام بين يديه إلا يريد أن يقبلك، والله ما وفقك لطاعة إلا ويريد أن يقبلك، والله غير حانث. فاعلمي أنه ما يسر عليك إلا وهو يريد أن يقبلك، أي أحد الله لا يقبله يغلق عليه الباب، مهما استطالت الهمة عنده ليفعل، والله يعلم أنه ليس محلا قابلا للفعل، أغلق عليه كل الأبواب. وأنت ترى حضرتك العوام كثير يقول والله أريد أصلي مش عارف، أذهب أتوضأ وبعدين أنسى ما أصليش، أجي المسجد واحد يشغلني، لا يريده، لا يريده،
ومن سقط من عين الله لا يعود إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. فأنا أقول أبشري، ما قمت للصلاة إلا وهو أرادك أن تصلي، وإن أرادك أن تصلي هو الكريم يعلم بضعفنا وعجزنا ونقصنا وتجاوز حدودنا، ومع ذلك يوفق ليرحم. والله ما خلق إلا ليرحم، والله ما خلق إلا ليرحم، ولن يضيع عباده أبدا، ولن يهلك على الله إلا هالك. فعليك بكثرة الذكر والقرآن والاستغفار، وأبشري خيرا فإن الله أرادك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ومنكم دكتور محمد. آمين آمين. أختي متزوجة وهي امرأة كبيرة، يبدو أن الزوج سباب وضراب وشتام ولا يصلي و... سامحني سباب هنا، قالت سب الدين عشان هذه غيرت كياني كله وهي بتقول هذا. الله العافية. وهي يعني تنصرف عنه في غرفة، هي في غرفة هو في غرفة، هي تسأل السؤال، تنصرف عنه، تنصرف عن البيت كلية. نسأل الله العفو والعافية. السؤال: هل أعمالها مقبولة من صلاة وصيام وذكر، لأنها ربما لا تكلم الزوج بسبب هذه التصرفات التي لا ترضي الله؟ أعتذر، ليس نعم. ليس هذا محل السؤال. نعم. سأجيبه خادما، لكن محل السؤال رجل سب الدين هو مسلم ولا لا؟ صحيح، هذا الذي يقال، لأن هذه رأس الأمر. إن لم يكن مسلما كيف تعيش معه؟ سب الدين كل اتفاق المتقدمين أنه كفر، الاستهزاء كفر، فكيف سب الدين؟ قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الرجل قال للنبي: ما هو إلا حديث الركب، احنا بنضحك بنتسامر بنتسامر عشان وقت السفر يذهب. النبي ما رد عليه، ترك الله يرد عليه. ماذا قال؟ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، هذا حكم إلهي، قد كفرتم بعد إيمانكم. ولكن من المتأخرين كابن عبدين قال: نحن نفرق بين سب الدين، الدين الإسلامي، وسب التدين. سب الدين وسب التدين، تفريق هذا في المتأخرين قد نقول به، لكن الكلام اللي بيقال سباب، فأين سب التدين هنا؟ هي ما قالت إن هو بيسبها عشان بتصلي، ده بيسب الدين وهو نفسه ما بيصليش. يعني ربنا يهدي. مسألة إنها تهجره في غرفة بعيدا عنه، مسألة هي زوجته أم لا، هذه المسألة التي يبحث فيها الآن. نعم. هي زوجته أم لا، الأمر من الخطورة بمكان، هذا هو. نعم. أما هي الفضل صلاة صيام الحمد لله، لكن هي لازم تبحث هذه المسألة. إن كان حقا كل يوم بيسب الدين، كل يوم بيسب الدين في هذا الباب، هذه في العدة تنتهي، هي ليست زوجة له. نسأل الله العفو والعافية. إذن يبقى عليهما أن يذهب إلى أقرب دار، أقرب دار إفتاء، ويذهب ويقول له أن الرجل هذا يسب الدين، ما حكمه؟ وإن شاء الله يبينون أن يبينوا لهم المسألة. وبخصوص الهجر لا تأثم هي، هي لا تأثم في هذا الباب، هي في هذه الحال هي تفعل، ليس فيها، ليس عليها سمة شيء. جزاكم الله خير. السلام عليكم أستاذ أحمد. أهلا ومرحبا، تفضل. الله يحفظك ويرضى عنك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ كل سنه طيبين ان شاء الله. وحضرتك طيب يا ام جميعا. بس اول سؤال: ما اسم قلب المؤمن؟ سؤال: ما اسم قلب المؤمن؟ وهل يجوز ان انا اسمي اسم ابني بقى مثلا بالاسم ده او لا؟ اسم المؤمن، كان حد سأل حضرتك سؤال كده في اسم قلب المؤمن بس انا نسيته، يعني عايز اعرف بس اسم قلب المؤمن وهل يجوز ان انا اسمي بيه ابني او لا؟ والسؤال الثاني: عقيقه بنتي، فانا جيت في اليوم السادس، فقلت كان يوم الجمعة، فقلت أسبح عنها وقبل اليوم السابع، قلت عشان الناس تبقى إجازة كده يعني وبتاع، فهل كده العقيقة وقعت مني ولا أنا استعجلت ولا إيه كده؟ ولا ربنا يحفظهم. عقيت في اليوم السادس وليس في اليوم السابع. السادس. وصل حضرتك كده صح؟ وصل، ذبحت في السادس وليس في السابع، في اليوم السادس. حاضر، أسأل الله أن يبارك لك في أبنائك جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل. قلت ان لي اخت في العمره دلوقتي، وبعدين هي وهي محرمه نسيت وغزل ايديها في طابونها. ماذا فعلت في اثناء الاحرام؟ نعم. اختك عملت ايه وهي محرمه؟ غسلت ايديها بالصابون ووشها، وهي كانت ناسيه تماما. هي كلمتني من هناك وقالت لي انا ناسيه تماما ان انا محرمه، فغسلت ايديها بالصابون ووشها، فبتسال هل هي كده عليها شيء؟ حاضر، شكرا. ربنا يتقبل. فمن لو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت تقول: أشاهد المسلسلات كثيرا
ومش عارفة توب عنها، ماذا تفعل شيخي الكريم؟ أقول بما قاله الإمام الشافعي: نفسك نفسك لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. في وقت المسلسلات في برامج دينية، في فتاوى، في درس علم، في ممكن تسمع مباح، أي شيء مباح، تسمع قصص الصحابة، السير، فهذا يشغلها. نفسك نفسك لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فتحاول قدر الإمكان أن تستعيد في وقت المسلسلات على أمور نافعة، لأنها في الوقت نفسه مستعدة للمسلسل، فسمعت قصة عمر بن الخطاب فشدتها جذبتها، اليوم التالي مستعدة لوقت المسلسل فتسمع شيء عن عثمان عن علي، أو تعلم فقه الطهارة اللي هي أهم شيء لازم تعلمه المرأة، وكثير من النساء لا، وده سؤالها الثاني، وده سؤالها الثاني كيفية التطهر. طب شوف هو الآن يعني تسمع شيء يفيدها في هذا الباب، بعدما طبعا هي في بادئ الأمر سيكون الأمر عليها شاق، لكن هذه المشقة ستكون ألي من الماء البارد عندما تعتاد الف النفس في هذا الباب، فتتناسل أوقات المسلسلات بأوقات الدروس النافعة، القصص التي تبني شخصياتها، البديل نعمل على البديل، هو هذا إيجاد البديل، هو هذا. نعم. جزاك الله خير. كيفية التطهر من الحيض؟ نعم، هو الأول كيف تعرف أنها طهرت، وبعدين كيفية التطهر. أما تعرف أنها طهرت لابد أن ترى القصة البيضاء، يعني المرأة هنا النساء لهم يعني لكل امرأة إما ترى الطهر، طبعا الطهر إيش اللي بيحدث للمرأة، سامحني أطلت دقيقة، يأتيها الدم يهجم عليها دم الحيض أسود محتدم حار بنفس الصفات المعروفة، ثم يخف حتى يكون أحمر بحراني، ثم ذلك يكون صفرة وكدرة، سوائل تنزل متكدرة صفرة أو كدرة، ثم لا نزول ما في، فاهمني؟ فإما أن يستمر الجفاف فيكون طهورها بالجفاف، والمعنى أرجو عفوك إدخال القطن وإخراجها تكون ليس عليها شيء من السوائل، طيب؟ أو ينزل السائل الأبيض، وهذا أكثر في النساء، هذه علامة الطهر، يعني ما تسمى بالقصة البيضاء. بالقصة البيضاء، ولذلك كنا بعثنا بالدرجة فيها القطنة لهم عائشة، لهم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فتقول لا تعجلين حتى ترين القصة البيضاء اللي هي السائل الأبيض، إن السائل الأبيض يعني على القطنة انتهت، علامة من علامات الطهر، هذه علامة الطهر أو الجفاف التام كما قلت لحضرتك، يبقى دي علامة الطهر. كيف تتطهر بعد ذلك؟ لأن الله تعالى قال يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، فإذا ولا تقربهن حتى يطهرن، هنا انقطاع دم، فإذا تطهرنا، والقاعدة اللغوية تقول زيادة المبنى زيادة في المعنى، وزيادة المعنى هنا تطهرنا يعني اغتسلنا. فالاغتسال فيه أولا أن تأخذ قطنة، هذه القطنة فيها شيء من المسك، فتتتبع أثر الدم، وهذا فيه فوائد جمة، لأنه يعني قرب الزوج من زوجه، علوق الولد، فوائد كثيرة جدا لهذه المسألة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة تسأل كيف، قال لها تطهري، قالت له وكيف أتطهر، قال بين لها أن تأخذ فرصة يعني قطنة ممسكة فيها مسك، قال فتطهري بها، قالت وكيف أتطهر، مرة ثانية اشتد حياء النبي، فقال له سبحان الله تطهري، قالت عائشة فجذبتها قلب مكاني للغة، فجذبتها فقلت لها تتبعي أثر الدم بالقطنة التي فيها المسك، تتبعي أثر الدم ثم تغتسل. الاغتسال إما أن تعمم الجسد كلية بالماء فتكون قد طهرت وتخرج إلى الصلاة مباشرة، أو الأفضل أن تغسل شعرها ثلاثا، تحصل حصيات ثلاث، وتغسل الجانب الأيمن ثلاثا والجانب الأيسر ثلاثا، وتتوضأ قبلها أو بعدها، وتتعهد الماء طبعا، طبعا وتتوضأ قبلها، وتغسل ثلاث، الرأس يمين ثلاث يسار ثلاث، تخرج تصلي، إما أن تؤخر القدم أو تقدمها كما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. متعك الله بالصحة والعافية. أمين. متى تصلي المرأة ويصلي الرجل؟ هل بعد الأذان أو أثناء الأذان مباشرة شيخ الكريم، أم بعد انتهاء المؤذن من الأذان؟ نعم، قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا هنا دخول الوقت يؤذن بالصلاة، ممكن مؤذن يطيل جدا، هو إذا قال الله أكبر علمنا أن الوقت قد دخل، لها أن تصلي في هذا الوقت، لكن ستفوت على نفسها كمال الترديد، ترديد إيش؟ الأذان. لكن عندما يكبر وتعلم أن الوقت قد دخل، هنا الآن صحت الصلاة. لذلك السؤال الثاني أعتقد أنها بتتكلم عن السنة القبلية، صحيح؟ السنة القبلية لا تصح أيضا إلا بعد دخول الأذان.
بعد دخول الوقت، يعني لأنها تابعة للفرض، والفرض لا يكون إلا بعد دخول الوقت، فلا تصلى إلا بعد دخول الوقت. طب متى أعرف دخول الوقت؟ عندما يقول المؤذن الله أكبر، علمت أن الوقت قد دخل. فهنا الآن مباح لها أن تبدأ في الصلاة. جزاكم الله خير شيخ، تعطيكم الله الصحة والعافية. الوقت يداهمنا. كان في أخت متصلة في حلقة العصر اليوم مع الدكتور مع الشيخ شعبان درويش، ولكن أنا ما سألت السؤال لضيق الوقت. كيفية الاستفادة من وقتنا في رمضان أن يكون الوقت كله في عبادة شيخي الكريم؟ نعم، هو طبعا أصلا الأصل سبق النية الطيبة. النية الصالحة في أول الأمور كانت هي بضاعة الصحابة الكرام، كانوا تجار نية، عمل واحد ينتون فيه نيات ليس نية واحدة. قد يكون المرء بعمل واحد أن يذهب يقضي حاجات الناس أو يوصل الخير للناس، وهذا عمله فقط لا قراءة لا غير في كل اليوم، قد يكون هذا عند الله أرفع من أي أحد آخر. المسألة على سبق النية، النية الصالحة أولا. الأمر الثاني هو تنظيم الوقت. أي إنسان له تنظيم وقت معين، يقول هذا الوقت سيكون للقرآن، هذا الوقت سيكون للقيام، هذا الوقت سيكون لخدمة البيت، هذا الوقت للأولاد. تنظيم الوقت يجعل المرء في أسعد ما يكون، وينتهي ورده بأقرب ما يكون. النساء غالبا إلا ما رحم الله تقضي يومها في المطبخ، في الطعام، في الطعام والشراب، تجهيز الإفطار، وبالليل في تجهيز السحور، هذا اليوم والليل في المطبخ، وهذا تضيع. نعم. تضيع للعمر، وتضيع للعبادة، وتضيع لكل شيء. شوف حضرتك البركة معها في هذا الباب، هي لابد أن تجعل لها صباحا الورد القرآني، وبين الظهر والعصر إن كانت ترتاح بعض الشيء، وبعد العصر بساعة تبدأ تعمل الطعام، ولها في ذلك الأجر العميم. شوف أن عشان وتنتوي الطاعة والعبادة، تنتوي الطاعة والعبادة، تنتوي الطاعة والعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس كان منهم الصائم ومنهم المفطر، فالصوام سقطوا في السفر مش مستطيعين يفعلون ذلك. قام الذي المفطرون فجهزوا كل شيء، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ما قال الصوام، ذهب المفطر، لأن هم قاموا على تجهيز كل شيء للصوام. لما هي تجهز كل شيء عشان يأتي الزوج يجد الطعام والأولاد يجدون الطعام، كم لها من الأجر وهي تفطر صائم حقا بما فعلت، وتأخذ ثواب الحديث من فطر صائما. هذا هو إن شاء الله، أرجو من الله يكون لها هذا الثواب مع النية، مع النية هو عشان النية دائما، هذا هو تجار نوايا، هذا هو. نعم. وتكون كما قلت لها ورد، لا تأتي بجانبه، لا تأتي بجانبه، يعني لا تنقص منه شيئا أبدا مهما كان. تليفون الولد يريد، البنت تريد، الزوج يريد، سامحوني هذا واجب يومي، هذا وقت ربي. تقول لهم هذا الكلام، هذا وقت ربي لا أحد يدخل عليه. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وبلغنا الله وإياكم رمضان. أمين. السنن القبلية شيخ كريم، لو مر وقتها هل تصلى فيما بعد؟ لو مر وقتها بتفريط فلا تصلى، لأنها عبادة مؤقتة بوقت، والعبادة المؤقتة بوقت إن فاتت فات أداؤها. لكن إن كان نوما أو 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 انشغالا أو نسيانا فلها القضاء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. ولأن نبيه قضى سنة الظهر التي شغلوا عنها تفريق الصدقة قضاها بعد العصر، ولما سئل قال هذه سنة الظهر صلى الله عليه وسلم. اسم المؤمن، هل يجوز أن نسمي أبناءنا بهذا الاسم شيخ الكريم؟ طبعا اسم إيمان واسم إسلام واسم مؤمن لا يجوز. قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتق. ليه اسمه مؤمن هيعمل في اسمه؟ ما هو الآن يغيره لو استطاع، لو استطاع يغيره. إيمان وإسلام يغيره إن استطاع. لما النبي بين العلة، إن استطاع، إن استطاع، لكن لو ما يقدرش الكلام إلى إن استطاع. طبعا هو طبعا حتى لو ما لا يستطيع، هو في البطاقة خلاص معه وفي أوراقه هو. أما يأتي أحد يكلمه يقول لا تناديني بمؤمن، أنا أبو أحمد، أبو محمد، أبو دجانة، اسمك كنيتي هذا. والعرب كانت تفخم الرجل بالنداء بالكنية، فيستعيد عن ذلك في هذا الباب. فإن استطاع، لأن النبي لما قال لما نهى عن اسم إسلام وإيمان يقال إسلام موجود، يقول له لا إسلام، إيمان موجود، لا إيمان، أنه ينفي وجود الإسلام والإيمان، ولذلك نعم. نهنسا. وطبعاً مع العلة الأخرى ولا تزكوا أنفسكم، فيها تزكية. نعم. العقيقة، لو هو ذبح لابنه في اليوم السادس ولم يذبح في اليوم السابع تجزئ؟ تجزئ، لأن المسألة سنة. نعم. سابع 14 21 سنة من اليوم الأول لو ذبح يصح. إذن هذه عقيقة وقد أجزأت بفضل الله، جزاكم الله خير. أختي في العمر، أختها
الأخت المتصلة ناسية خلص. استخدمت الصابون غسلت يدها ووجهها. جزاء الله خيرا على التوضيح عند السؤال. قالت ناسية. الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع الإثم والحكم وليس عليها شيء، ليس عليها سمت شيء، والعمرة صحيحة بفضل الله جل في علاه ولا تحتاج إلى إعادتها ولا عليها أي شيء. وأسأل الله أن يجعلها عمرة مبرورة بإذن الله يا رب ومتقبلة. اللهم أمين آمين. طب سامحني لازم أنصحها بقى نصيحة زائدة، أقول لها ما دمت هناك في الغد أو بعد الغد اذهبي يعني إلى المدينة وارجعي بعمرة أخرى، لأن النبي لا تفوت على نفسك هذا الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي، فلا تضيع هذا الخير. هو في السعودية معنا يوم الخميس إن شاء الله تعالى، هم معنا يوم الخميس الحمد لله وشكر الله. فذهبي يوم الخميس أو الجمعة، ذهبي إلى المدينة وارجعي بعمرة وتكون عمرة في رمضان. طبعا أنا ليش ما قلت، سمحني لو أطلت عليك دقيقة، ليش ما قلت أن تعتمري من التنعيم؟ الخلاف وارد في الباب، مع أن الجمهور قالوا بالجواز. أنا أدين الله بأن المسألة فيها كلام كثير جدا، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لكن المسألة خلافية فقهيا، فأنا أقول خروجي من الخلاف، لأن الغنيمة ليست بالهينة، كحجة معي، فارجع بعمرة يعني عمرة في رمضان، عمرة في رمضان. أسأل الله القبول وما زالت هناك، أسأل الله أن يكتب لنا ولكم الحج والعمرة آمين. المسلمين والمسلمات آمين. دكتور محمد حسن عبد الغفار متعكم الله بالصحة والعافية إن شاء الله تعالى، اللقاء القادم إن شاء الله مع حضرتك يكون في رمضان بإذن الله يوم الثلاثاء عصرا بإذن الله عز وجل بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آمين. غدا إن شاء الله تعالى ألتقي بكم إذا كان في العمر بقية مع الدكتور عادل العزازي في الرابعة عصرا إذا كان في العمر بقية هذا، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.